رحت لوسط نصر الفواخرجي وقلت له انا عايز تمثال شبه الصوره دي بالظبط، راسه الف سيف ما يعملهولي. يا عم يهديك يرضيك، مفيش فايده. ما طلعتش التمثال من المتحف والختمه الشريفه ابدا يا حسن، انت هتظلمني زي وكيل النيابه. امال ايه اللي هو عندك في البيت ده عبد المعطي؟ ليه تمثال مضروب؟ ماني قعدت اترجى الراجل وقلت له عشان خاطر يعمل لي تمثال، فصعبت عليه فعمل لي تمثال شبه فاطمي بالظبط. اه يعني هو اللي عملهولك؟ ايوه، ما احنا بقينا اصحاب. بقينا اصحاب وعرف وقال لي انت بتشتغل فيه، قلت له انا شغال في المتحف وكده. قلت له كل حاجه. طبعا سالك بتروح امتى ومواعيدك ايه ومعاك كام واحد وكام شباك هناك وكام باب، مش كده؟ اهدي يا حسن، ده انت زي ما تكون كنت معانا. طبعا جالك كذا مره، وقعد طبعا يبص على التمثال مره واثنين وثلاثه عشان يعمل لك زيه عشان يطلع كويس. ما هو مش اي تمثال بقى، ده تمثال فاطمه. ايوه حسن انت عندك حق، انت فاهمني كويس قوي، اصل فاطمه دي مش اي حاجه. بس انا اللي هيجنني يا حسن، ها اللي هيجنني، مين اللي سرق التمثال ورماني هنا في السجن؟ كل عبد المعطي كل. اللي جابك هنا ماله؟ شرف هنا. سيادتك دي الأوامر اللي عندي. الأوامر دي عليك أنت واللي زيك، إنما أنا كلامي يتنفذ من غير مناقشة. اللي أنا أعرفه إن حضرتك متوسع عليك توصية جامدة جدا بخصوص الموضوع ده، يعني لحد ما الأوامر تتغير. آه متوسع عليا، ومن المفترض بقى إن الأوامر دي تتغير إمتى إن شاء الله؟ قريب، قريب جدا يا أكرم بيه. أنا آسف يا فندم. طب اتفضل أنت دلوقتي. تحت أمرك. إيه يا صالح؟ في إيه؟ إكسلانس، أخبار سعادتك إيه؟ هيكون أخبار إيه يا صالح؟ في الجاكوزي في هاسيندا مثلا؟ ما تخلص يا صالح، عايز إيه؟ أنا كنت بس بطمن على سعادتك و... و... وإيه؟ في حاجة حصلت؟ لا لا، ما في، هو الموضوع بخصوص نورهان هاني. نورهان؟ مالها؟ مروان جرى له حاجة؟ نو نو إكسلانس، مروان بخير، بس نورهان هاني خلاص رفعت قضية خلع. إكس معايا؟ ايه في دلوقتي يا صالح؟ طيب تحب سعادتك اجيب لك اللازانيا معايا؟ عرفت اللي حصل؟ ومين يا باشا معرفش؟ ده البلد كلها ملهاش غير سيرة أكرم البدري واللي حصل. يعني مبسوطة؟ أول ما عرفت يا باشا حسيت بفرحة غريبة وراحة، ما كنتش أتمنى إن أكرم يحصل له ده كله، بس بصراحة من جوايا كنت أتمنى إنه يحصل له أكتر من كده. غريبة، ما يبانش عليكي انك ممكن تكرهي قوي للدرجه دي. انا بعرفش اكره يا باشا، بس كمان بعرفش اسامح. واللي اكرم عمله فيا خلاني اتمنى له اللحظه دي من زمان، اللحظه اللي يحس ان فيها في حد اقوى منه يقدر يدوس عليه ويقهره ويكسره وما يقدرش يعترض. رغم اني رحمته ومرضتش ادوس عليه للاخر، العقاب يا ذكرى لازم يكون على قد الخطيئة، لأن الانتقام مش دايما بيكون هو الصح، لازم يكون له حدود، خط ما يعدهوش وإلا الموازين تختل. طب تفتكر إن أكرم لو كان في نفس موقف حضرتك كان هيعمل زي سيادتك؟ أنا مش مهم عندي يعمل زيي ولا ما يعملش، المهم إن ما خلوهوش يوصل لمرحلة التنفيذ. أنا اللي بضع النظام،
نظام صارم ومعقد، وعلشان يمشي صح لازم ألزم نفسي بيه أول واحد. أكرم غلط، افتكر إنه ممكن يغير القواعد والقوانين بسهولة، وغلطته كان يستحق إنه يتمسك من رقبته ويتمنع عنه الهوى، بس مش لدرجة الموت. طب هو يا باشا يعني أكرم هيفضل في السجن على طول ولا هيخرج؟ لا لا، موضوع لسه ما اتحسمش، لكن اللي أقدر أقولهولك إنه مش هيقدر يقف على رجليه تاني أبدا مهما حاول. ألو؟ أيوة يا عمرو. لا لا لا، بعدين بعدين، المهم دلوقتي قول لبكة يروح لذكرى في البيت. ها؟ يلا باي. لا مؤاخذة يا باشا، يعني أنا عارفة إن أنا مش من حق أسأل وكده، بس هو مين مكة ده؟ مكة ده هيعلمك حاجات كتيرة يا قمر. أنت يا قمر يا باي يا باي على البوز. مالك يا نادي؟ مفيش. اتكلمي قبل ما بنت من البنات ترمي ودنها عندنا. عزوز لو النبي قابلتيه. قابلته، ويا ريتني ما قابلته. اللي حصل؟ اتخانقت معاه وصوتي عالي عليه. يا بنت تقعدي تدوري عليه وبعدين في الاخر تتخانقي معاه. واللي حصل بقى يا ماما هو اللي حسسني انه بيتهرب مني واني رامي جتتي عليه. كل ما اجي اقول له كلمه يقول لي حسن. اه راجل بصحيح وبيفهم في الاصول. انا ما قلتش غير كده، بس قولي هو فين حسن ده؟ ما هو مسافر وسايبنا كلنا وراه. اللي بيحب حد يا ماما بيعمل مجنون علشان يطول. اه وده طبعا اللي مزعلك ومش عاجبك. الراجل عاقل ومالوش في شغل الجنان بتاعك ده. ماشي يا ماشي. لا ايه كانت ماشي؟ بصي قدامك انت مالك مطرطقنا وجايبك كده ليه؟ يعني عايز الراجل يعمل ايه؟ يجي يقول لك يلا يا حبيبتي نتجوز من ورا اخوكي، مش كده؟ انا ما قلتش كده. مين؟ ما قلتش كده، بس على الاقل يكلمه يفهمه يبين له كرامه. بس انما حسن يقول له لا هو يقول له حاضر، ما كانتش الدنيا بقت الدنيا. جاي ليه؟ جاي لك يا نور، جاي عشانك. انت ليه مصممه تحملينا ذنب اللي حصل لاكرم؟ اكرم غلط وخد جزاؤه، لا انا ولا انت لينا دخل في اللي حصل له. انا يمكن جت عليا وقت كنت اتمنى فيها انه يتوجع قوي زي ما وجعني، بس مش للدرجه دي. مش لدرجه ايه؟ مش لدرجه اني ابقى قاعده مرتاحه ومبسوطه كده وهو مرمي في السجن. هو انا وحش قوي عادل؟ لا انا ولا انت وحشين يا نور. انا يوم ما اعترفت لك بحبي كان اكرم في عز قوته، محدش فينا استغل ظروفه. بس برضه ما يستاهلش منا كل ده. نور هو انت تعرفي ايه عن اكرم عشان تعرفي ايه اللي يستاهله وايه اللي ما يستاهلوش؟ تقصد ايه؟ انت فاكره ان اكرم جرحك لمجرد انه كان بعيد عنك انت او ابنك؟ لا يا نور، اكرم اسوأ من كده بكتير. اكرم عمره ما حبك لانه مش ملكك ولا ملك نفسه. اكرم البدري ملك نزواته وبس. كل صفقه كان بيعملها وكل مشكله كان بيبقى عنوانها واحده ست، يبعتها للي مصلحته معاه ويقبض الثمن اللي يكبر في اسم اكرم البدري. عارفه اللي بيعمل كده بنسميه ايه يا نور؟ بليز ما تكملش يا عادل. لازم لازم اكمل عشان تعرفي تعرفي حقيقتك وتعرفي هو ايه. انا كنت حاسه سهراته وسفرياته ومعاملته ليا، بس للدرجه دي يا اكرم؟ صدقيني انا اللي مش عايزه اكمل عشان ما اجرحكيش. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسن ازيك يا حسن؟ طمني عليك، انت كويس؟ انا كويس خير. طمني عليك وعلى امي وعلى نادي، عاملين ايه؟ الجماعه كلهم هنا قلقانين عليك يا حسن. طمني عليك يا ابني، غيبتك طالت قوي يا ابني، في ايه؟ معلش يا اخي غصب عني، مسافر معايا كام شغلانه كده. مسافر؟ مسافر فين يا حسن؟
مش تفرق يا خال، المسافر طول عمره غريب. يعني حتى ما انتش عارف هترجع امتى؟ مش عارف يا خال والله، هنا محدش بيسأل الشغل هيخلص امتى. ربنا يرجعك بالسلامة يا حسن. حسن اوعى تقلق يا حسن، خليك مع ربنا، هو اللي هيفك لك دقتك يا ابني. ليه بتقول كده يا خال؟ انا كويس وزي الفل. حتى يعني صوتك بيقول على حالك يا نورس. انت طول عمرك البحر والسما غيتك. نورس صوته ما يقدرش يخبي دقته. اسمع مني يا حسن، بص على حالك، لو حالك عاجبك كمل زي ما انت، لو مش عاجبك لسه قدامك الفرصة انك ترجع يا حسن. افتكر حسن، حسن اللي كان في وسطينا، افتكر ابوك وامك ونادية، افتكر وردة يا حسن. عاملة ايه وردة يا خال؟ كلمها يا حسن، طمنها. اخلص. بقولك يا خال، خلي بالك من نفسك ومنهم، مالهمش غيرك بعد ربنا. اطمن يا حسن، بس بقول لك ايه؟ لازم اقفلها. سلام يا خال. ربنا ينصرك يا حسن يا ابني، وينور لك طريقك، ويبصرك بالسكه قبل فوات الاوان. يا رب. بونجور. فرجني عملت ايه؟ شكلي حلوة قوي. شكلك حلوة قوي ها؟ بس اللبانة دي مش حلوة خالص. يلا مفيش لبان. ايوه كده من غير بوف. عايز افرجك بقى ايه الفساتين اللي انا جبتها لك. ده عشانك انتي. وفكي بقى دي. قلت ايه؟ احيدي انتي يا متحمسه خالص. مفيش احيدي خالص. انت ما قصيتش الشعر ليه؟ قصيهولي كده خالص قصير. اكبر بقى الشفايف كده شويه، حاول تظبطها. بصي فوق، بصي فوق، ما تتلجلجيش، ارجعي تاني من الاول، افضل وراكي لما تتعلمي. انا عارف اني بعدي عليكي كتير، بس انت عارفه انا بحب اخد رايك دايما. لا عادي، ده حاجه بتبسطني والله، مفيش مشكله خالص. انا مفكر كده اعمل حاجه جديدة في الفصل الجديد. حاجة زي ايه يعني؟ يعني ممكن ازود فصل. تطوله يعني؟ بس يعني هو ده يعني ممكن ممل؟ يعني انا هكتب وهوريك. وانا هقرا واقول لك اكيد. اخبار حسن ايه؟ حسن! يوه! أكيد ما رجعش، وأكيد ما شفتيهوش، وأكيد لسه تعبان. ليه عرفت ده كله يعني من كلمة واحدة؟ لا، من نظرة عينيك. أنتوا اتخانقتوا آخر مرة؟ إحنا مش متخانقين ولا متصالحين. ساعة ما راح مصر وهو ما بيكلمنيش خالص بالتليفون. أنا عارفة حسن. حسن اتغير قوي. إحنا مش كنا زي أي اتنين وخلاص بيحبوا بعض كده، لا. إحنا كنا عايشين لبعض. هو في حب زي كده؟ الحب كان بالنسبة لي غربة وعذاب وألم، بس من لما عرفتك الحب اتغير جوايا،
الصورة كلها اتغيرت. حتى وأنا بكتب عن الحب ابتديت أكتب حاجات تانية أحلى. أنا لازم أمشي عن إذنك. أوصلك؟ لا لا متشكرة أوي، أنا هاخد بالي. هو الواد اسلام فين؟ بقاله كام يوم مش باين يعني. حبسوه حبس انفرادي، ما انت عارف السياسه بقى. تعرف عم مختار؟ انا عمري ما سافرت. زي ما بقول لك، مع اني اتعرض عليا كتير قبل كده، وناس من زمايلي كتير عملوها. في حين ان انت على البحر طول عمرك يعني. بقلبي بس، لكن رجلي على الارض. انا طول عمري كنت بحب البلد دي، عمري ما طلبت اكتر من حاجه. كنت عايز ابقى وزير ولا رئيس وزراء ولا الكلام ده خالص. كنت عايز ابقى انسان، بني ادم بيحلم وعايز يحقق حلمه وبس. بس تقول ايه بقى في البلد؟ بيصعب عليها تشوف حد فينا مكمل في سكته، ولو كمل في سكته تمد رجليها وتكعبلها، والناحيه الثانيه عامله خدامه دايس اللي يغرف من خيرها. اهي دايره يا ابني، كله بيسلم لبعض. حظك انك استلمت من واحد زي البدري، وتلاقيه هو راخر استلم من اللي قبله واللي قبله من اللي قبله. عامله زي دايره البودره، ناس بتزرع تصنع وتكيس، وناس تانيه بتهرب وتبيع اللي بتضرب عشان واحد يتكيف وواحد يموت، وواحد يبقى ظابط ويترقى، وواحد يبني سور بسلك عشان اتنين زينا يقعدوا وراه ويضحكوا. سلسلة بتسلم بعضها. عندك حق. اللي قول لي عم مختار، عمرك فكرت تعدي السور ده؟ بلاش تبص على السور ده كتير يا حسن يا ابني. خلي اللي بيحبوك بره هم اللي يفكروا فيك، بلاش انت تفكر فيهم احسن تتعب. عندك حق. يا ريتنا كنا جينا الدنيا دي مش مربوطين بحد ولا حد مربوط بينا، كان زماننا دلوقتي مرتاحين. الغيب عجب يا ابني. صحيح، الحساب اللي مفتوح لك حطيته واحدة اسمها ذكرى البراعي. ذكرى؟ يا بنتي هتشليني، ما تقولي ايه اللي عندك. ما هو اللي عندي مش هيعجبك يا ورد. فيه يا نادية، ايه اللي حصل؟ حسن ماله؟ حسن هو جراله حاجه؟ لا ما جرالوش حاجه، هو بس اتصل بخليل جمعه. اتصل بخليل جمعه وما اتصلش بيا انا؟ طب هو فين؟ قال انه مسافر ومش عارف هيرجع امتى، بس بلغه يسلم علينا. يسلم علينا؟ هو حسن بيفكر في ايه بالظبط؟ نادية هو انا زعلته في حاجه؟ عشان خاطري قولي لي انا خاطري. لا يا ورد اكيد ما زعلتوش في حاجه، بقولك اتصل بخال جمعه بس، حتى ما كلمناش احنا. ايوه بس انا غيركم، اللي بيني وبين حسن غيركم خالص. هو في ايه؟ هو معقوله مش حاسس وهو بعيد عني انا ببقى عامله ازاي؟ طيب ادي يا ورد ادي، عشان لو ماما جت وسمعتك مش هتسكت، وهي اصلا من ساعه ما عرفت وهي مش على بعضها. طب هو قال ايه لخال جمعه؟ قالوا انه مسافر وشغله واخد كل وقته ومش عارف هيرجع امتى. حسن كده بيظلمني قوي، سايبني واقفه مستنيه ولا رايح ولا جاي، عمال يعايم فيا ولا مش حاسس بيا خالص كده، ولا عملت له ايه؟ طب اهدي يا ولد اهدي، هو ان شاء الله هيرجع وهيجي بالسلامه، وبعدين ما احنا كلنا قلقانين عليه. حاضر اهدى، وانا يعني في ايدي اعمله؟ انا في حالتي غير ان انا اقعد واستناه. حاضر استناه. ازيك يا عبد المعطي؟ ده انت منورنا انت والهندسه. ربنا يخليك يا عم مصطفى. اؤمر يا عبد المعطي. اديني بقى سجاير وعصير وسندوتش وباكي بسكويت. اتفضل يا عبد المعطي. سندوتش؟ ايوه. باكي بسكويت. اتفضل يا راجل. شكرا. يا سلام يا حسن.
الواحد دلوقتي بيخش على الكانتين زي الاسد. الست ذكرى بصراحه ربنا يكرمها مظبطانا في الرصيد على الاخر. بس الست ذكرى دي شكلها بتحبك يا عسل. مفيش حد بيحب حد عبد المعطي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي الست ذكرى مهتميه بيك اخر اهتمام. وبعدين اسالني انا عن الحب. ايه ده يا حسن؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ وانت ناوي تقابله؟ هموت عبد المعطي، كل ده مش عارف اوصله. ما بلاش يا حسن، قضي المده دي بسلام علشان تطلع بره بسلام. يعني مده عبد المعطي ده لسه ما اتحكمش عليا وحاسس ان خلصت خلاص. اهي ايام كلها زي بعض، هتفرق ايه عن بره؟ ده هتفرق كتير قوي. بره الدقيقه ب60 ثانيه، لكن هنا الدقيقه ب60 سنه. أنا خايف عليك يا صاحبي. ما تخافش، مبقاش في حاجة نخاف عليها خلاص. إحنا وصلنا لآخر الخط، مفيش محطات تاني. إحنا جينا هنا ومش راجعين، أنت فاهم؟ عارفة؟ أنا ابتديت أحب الصدف دي. إزيك يا ورد؟ الحمد لله. تصدقي وأنا جاي حسيت كده اني هشوفك. انا بقيتش اصدق اي حد. الفكره دي مش صح. الناس مش زي بعض، ولا انت شايفه ايه؟ شايفه اللي انا قلته لك بالظبط. انا بقيتش اصدق اي حد. عن اذنك. انا ضايقتك في حاجه؟ لا ابدا، انا بس مستعجله شويه. ايه يا فرخة؟ ما تستطيعها واحدة؟ فرخة 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 فرخة. على فكره انا خلصت خلاص اهو، يعني انا ما اخرتكش خالص. يا ستي ولا تتاخري، مش مشكله، براحتك اهو. وفرتي. وفرت اخص عليك يا حسن، ده بدل ما تقول عادي يعني نلحق الحفله اللي بعديها. لا، الحفله اللي بعديها محجوزه لواحده تانية. يا سلام، ودي مين ان شاء الله اللي احلى ولا اجمل مني في اسكندريه كلها؟ انا مش فاهم الثقه دي انت جايباها منين؟ بعدين انت ليه اللي لابسها ده؟ احنا رايحين فرح. ايه ده، انا رايحه معاك السينا. طب يلا عشان متاخرين. خلاص اهو اهو. الخوف دايما متعلق في هدومي كأنه حجاب حايش عني الفرحة. كل ما أحس إن إيدي طالت ومسكت حاجة أخاف لا تضيع مني زي اللي قبلها، وأرجع ألف حوالين نفسي وأترجى الدنيا تاني. يا ترى بكرة مخبي لك إيه يا ذكرى؟ هيكون مخبي لك إيه؟ انسي خوفك بقى، الدنيا خلاص ضحكت لك، واللي وصلتي له المرة دي يا ويلك لو ضاع منك. يا أخي يا أخي، والله بخاف على صحتك. مش بكيف يا أكرم. معقولة زنزانة أكرم البدري ما فيهاش كاسات اولد فاشن؟ مع اني والله موصيهم عليك. طمني يا اكرم، يعملوك ازاي؟ انا عملت اللي عليا وكلمتهم كتير. هبقى اوصي عليك زياده. ايه ده؟ ده الاستاف كمان ناقص. لا ده انت فعلا محتاج توصيه. هتفضل طول عمرك زي ما انت، عيل تافه صغير، عمرك ما هتكبر يعني. هم الكبار خدوا ايه يعني يا اكرم؟ ما هم مانسينك هنا هم.
وزراء ورجال دولة مليارديرات. البلد دي مش عايزة الكبار، عايزة الصغيرين اللي لسه بيكبروا يا أكرم. تفتكر انت ضحكة الشماتة اللي انت حتى مش عارف ترسمها على وشك ممكن تهز واحد زي؟ تبقى عبيط يا عادل. طول عمرك بتفهمني غلط يا أكرم. ده احنا أصحاب من زمان، بس للأسف انت دايما شايفني الصاحب الخايب اللي ما يعتمدش عليه. طب وفكرك يا عادل يعني ايه اللي ممكن يكون يتغير؟ لا كتير كتير قوي يا أكرم، والخايب بيتعلم، واللي ما يعتمدش عليه امبارح بكره يشيل المسؤولية غصب عن عين صاحبها. هو انت تفتكر يا عادل ببونيتيلك ده ان الباشا ممكن يديك الدفة عشان تكمل المسيرة من بعدي؟ اهبل رسمي، انا خارج يا عادل، خارج. باشا مين ومسيرة ايه يا اكرم؟ انت فهمت ايه؟ شغلك ده ما يلزمنيش لانه كله مشبوه. انا بكلمك عن اكتر حاجة حاولت تحافظ عليها عشان اشيلها من عليك. نورهان يا اكرم، وطبعا مارو في العين دي قبل العين دي. وهو ابنك ايه يا اكرم؟ وهو ابني انا كمان. كل حاجه كانت ليك بقت ليا، ومش هتعرف ترجعها تاني. اكرم البدري خلاص انتهى. حاول يا عادل، حاول على قد ما تقدر تاخد مني كل حاجه، وحاول على قد ما تقدر تتمتع بيها قوي عشان لما اخد دنيتك من قصاد عينيك تفتكرني كويس، وهتندم وتبكي بدل الدموع دم. لا تبكي، مش هتلحق اصلا. فاكر يا اكرم، فاكر لما قلت لك بيهوهو كتير بس ملوش لازمة؟ نسيت تقولي ان اللي بيهوهو ده كان اسمه عادل وابو اسمه الراوي. انا ايه اللي خلاني اسيب الكلام يطلع مني كده؟ بس حسيتها قريبه مني وهي بتتكلم عنه بسهل. قلت لنفسي يمكن حبه خرج براها، وانا اللي لازم اتحرك وانتهز الفرصه، مع ان عمري ما كنت اناني ولا تمنيت حاجه مش ليا. انا بكذب يا ابشير، بكذب بكذب. انا عايزه يخرج من جواها وبس. هو ايه اللي يخرج من جواها وبس؟ يا راكب عفريت، دي واحدة بتحب. ما تتريقش. أنا ما بتريقش. فوق لنفسك بقى. أنت بتتعامل معاها على إن كلامك بالنسبة لها عصاية سحرية أو جرس، أول ما تسمعها بودانها تطلع من جواها حب حسن وتبدأ معاك قصة تانية. فوق لنفسك يا علي. أنت بالنسبة لها شخص عابر، قابلته صدفة وكل واحد راح في حاله وخلاص. الموضوع خلص. أنا بخسرها، بتضيع مني، وكل ده بسبب تسرعي وغبائي. حتى الحب، حتى الحب اللي من طرف واحد هيروح يمشي. علي تعملش في نفسك كده، انت عارف كويس قوي انها مش ليك.
عارف بالبداية، عارف بس جوايا إصرار إني عارف. جواك عند، مش إصرار، مش مهم. لا مهم. انت عايز ايه؟ عايز اقول لك ان انت بتعاند وبس. الاصرار لما تكون حاجه المفروض تحصل بتقابلها صعوبات، لكن قصه ورد مختلفه. ورد بتحب واحد تاني ما بتحبكش. يعني مش عاجبك كلامي طبعا، حتى الحب اقل منطق يا دكتور. مش عاجب. ايه اللي مصحيكي بدري النهارده؟ لسه ما نمتش. خفي شويه السهر، لو بتذاكري يبقى احسن لك الصبح، تستفيدي اكتر. بجد؟ اه طبعا، جسمك هيسيب كتير على اي حاجه بتعمليها اكتر من بالليل. ده غير انا بقالي كام يوم كده مش بشتكيش عشان السهر ده. انا بقالي 4 ايام مسافره على فكره. ايه؟ ما حسيتش ان انا مش موجوده في البيت اصلا؟ اه سوري، انبسطتي هناك؟ قلت لك سوري. يعني انا لو كنت عملت حادثه مثلا وانت ما تعرفش اصلا ان انا مش في البيت، لا ده انا بره القاهره كلها، كنت هتعمل ايه لما يجيلك الخبر؟ هتقعد تعيط عليا ولا هتقول لهم ايه ده هي سميه اصلا ما كانتش في البيت؟ بعد الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش كده تاني. انا بس كنت مشغول شويه. انت على طول مشغول شويه، وبصراحه بقى شويه دي بقت كلمه سخيفه قوي. تقدر تكون مشغول على طول، مشغول طول الوقت، مشغول جدا. شويه دول كان هيخلوا عندك وقت تقعد معايا، او على الاقل تعرف انا فين. انت عندك مشكله في ايه؟ مخنوقه شويه. طيب انا هحاول بكره قدر الامكان اخلص شغلي بدري، ونقعد انا وانت مامي نتعشى ونتكلم. اوكي، بس انا لازم انزل دلوقتي حاجة عشان احقق شغلي. ورد، انا اسف، يعني انا يستحيل اني اضايقك، بس انا كنت حاب افضفض واتكلم مع اي حد عشان ما عنديش صحاب، وانت قلبك كبير، وانا انا انا ما بحبش الاسف وما اعرفش اتاسف. ولو الموضوع موضوع ورق والحاجات دي، انا ممكن اخد الورق ده لاي حته تاني، هما يكملوه وانا اكمله، مش مشكله. اهم حاجه عندي انت ما تزعليش مني وبس. يعني انت مش عايزني اعرف اخر روايه؟ انت بتتكلمي بجد؟ لازم تعرف كويس قوي ان انا بحب حسن، ومن ساعه ما بعيت على الدنيا ومفيش قدامي غير حسن. يعني مفيش اي حد في الدنيا ممكن ياخد مكانه. خلاص اعتبريني اخ، اعتبريني صديق اي حاجه. اهم حاجه ما تزعليش مني. انا اسف. اتفضل يا باشا.
يلا بينا فرغ. قوم ايدك كبيرة عايزك. اصلاني ما تقوم يا نونوس. ما تغور رياضه وتخلينا ناكل بمزاج. انت بتقول لي مين يا؟ سيبه يا خايب. خد الفرخه واديها العشره يمكن يبقوا فرختين النهارده. انت مش عارف ان الفرخه دي بتاعتي ولا ايه؟ ولا هتلك وغيران مني. تعالى العشه واسعه. يد ناكل قلبك يا ولا تحبك في حاجه تانيه. تروق اجمع عساكر كل واحد يقعد مكانه. حسن رشيدي تعالى معايا شيلوا لي الجثه دي من على الارض. على فكره انا قريت الفصل الاخير زي ما قلت لك يعني هو حلو قوي. ايوه بس يعني مليان وجع وانا بقراه ما بقتش عارفه اسقف لك واقول هايل ولا اقول لك جواك كل الوجع ده. يعني الكلام ده تاني مره اسمعه. المره الاولى من صاحبي اللي فاهمني قوي الدكتور امشير ورخم قوي ورخم قوي. والثانيه منك انت. انا رخمه؟ لا 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 هو انت. لا طبعا مش انت. علي ازيك يا فاتن؟ الحمد لله. وانا كنت في المستشفى وسالت عليك قالوا لي انت مسافر البلد. لا ما سافرتش. اجلت كنت تعبان شويه. ورد زميلتي في المستشفى الدكتوره فاتي. اهلا بشرفتك. ازيك؟ كويس الحمد لله. طب معلش حاسبي لي ممكن؟ عن اذنكم. اهلا عامل ايه؟ عامل لنا اكل ايه النهارده؟ طب يلا ناكل يلا. باشا سمعت ان انت عاوز تقابلني بس في الحقيقه انا اللي عاوزك. اقفل الباب يا ابني.
خلاص فرغت الشحنه خدت حقك هديت؟ لا ما هديتش. انت عمرك كله مش هيكفيني فيك. وهتستفيد ايه بقى بعد ما تقتلني؟ هتخرج من هنا؟ هتخرج من زنزانه كبيره لزنزانه اصغر ما فيهاش غير حبل واحد على مقاس رقبتك بالظبط. لارش. كلامك كله ما بقاش يفرق معايا. عشان ورحمه ابويا لا هندمك على كل لحظه قضيتها في السجن بسبب وساختك. يا حسن اللي حصل ما بيننا ضيعني. اللي حصل ما بيننا ضيعني وجابني هنا السجن. ده انا ما كنتش بحلم غير باكتر من حقي. حتى لو كنت نزلت عن شويه منه بس اديني كنت عايش ومكمل ومستني بكره يعوضني. اصل الغلابة اللي زينا ممكن يفضلوا مكملين طول عمرهم مستنيين بكره حتى لو ما جاش حتى لو اتاخر بيفضلوا برضه مكملين لحد ما قابلتك. انت ضيعت حياتي. كل حاجه اتمنيتها راحت. انا ما بقتش عارف انا مين، مجرم ولا مظلوم، نضيف ولا وسخ. انا كل حاجه حلمت بيها اتدمرت بسببك يا اكرم. بس انت عارف انا اكتر حاجه ندمان عليها ايه؟ ايه يا ابو علي؟ ان دخلت السجن ظلم. كان نفسي اعمل فيك اللي يستاهل حبستي. طب خليني اقول لك بقى اللي يستاهل حبستك ويفيدك ويفيدني. يفيدني انا مجنون؟ هو انت مش شايف انت فين؟ انت مرمي هنا زي الكلب يا اكرم يا بدري. عامله معاك زي ما انت عملت معايا بالظبط. اصل الدنيا دي صغيره بس ايام السجن لسه بينا طويله. اوعى تفتكر ان انا هفضل هنا على طول. تبقى عبيط. دي كانت قرصة ودن وتقريبا خلصت خلاص. مستقبلك بره كان في ايدي. وايامك اللي لسه هنا برضه في ايدي. تأشيرة خروجك يا حسن معايا وانا بس اللي اعرف امتى امرهم بيها. خليها لك. مش عايزها. انا هفضل قاعد راضي فيك واتسلى عليك. كل يوم. افتح الباب.